عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتوا بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما قلكم إلا تابعوا الحلقة. خليكم معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتر مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار، وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسيكوريتي، واثنين لأربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولار سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلا الاندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو، بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب، بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و 218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و 180 متر مربع، و 3 أقسام تجارية بين 207 و 254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج، اسم المكاتب والشقق تابع لإله 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لإلهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتينج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عاليه بالعمار، بالاضافه لسكيورتي 24/24، حاليا باخر مراحل الكونستراكشن والتسليم باخر 2018. حقق التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي بيوم واحد مليار درهم، وتم تسجيل 176 مبايعة بقيمة 357 مليون درهم، منها 16 مبايعة على الأراضي بقيمة 69 مليون درهم و160 مبايعة على الشقق والفلل بقيمة 288 مليون درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة منخول. وتصدرت سياح شعب واحد المناطق من حيث عدد المبايعات، سجلت 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، wmtv.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.